هقول لك على حاجة. أنا من الناس، أنا برج الأسد، أنا عندي قوي وعندي ثقة في نفسي، يعني معرفش دي بناء على إيه، بس هي دايما عندي الثقة بتاعت إن إن شاء الله حاجتي هتنجح. اوعديني لما يعني أصدقائي الزملاء المطربين اللي رفضوها أو تخلوا عنها زودت ثقتي في إن الأغنية دي متشلالي، والدليل ان انا حطيتها تراك رقم واحد في الالبوم. انا فتحت الالبوم بتاع ملناش الا بعض بوعديني، لو انا ما عنديش ثقه في انها هتنجح ما كنتش حطيتها رقم واحد. لكن تنجح قد ايه؟ خليني اقول لك ان انا ابقى كذاب لو قلت لك ان انا في دماغي انها هتكسر الدنيا. انا في دماغي انها تنجح. اوعديني اغنيه انا عملتها، امير قال لي عايزين نعمل اغنيه لحماقي فيرست دانس عشان حماقي ما عندوش النوع ده لحد دلوقتي. عملناها، حماقي سمع الاغنيه قال لي لا عندك احسن، فبعتناها لتامر حسني، فتامر ما ردش خالص كانه ما سمعش حاجه. يعني كلمه عندك احسن معناها انها ما عجبتكش بس انت مكسوف. اللي ما تردش خالص دي معناها ان انت حاسس باهانه، ان انا بعت لك حاجه لا تقدر، يعني ما ينفعش حتى تقول رايك فيها. ده بالنسبه لي خلاني لثانيتين قعدت افكر ايه يا نهار اسود، لا يكون انا فاكر ان الاغنيه حلوه وهي مش حلوه. بس الحمد لله في الاخر طلعت برضو نوع من انواع الرزق اللي متشلي، فحاجه لطيفه الحمد لله.